العمل على ضرورة مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعي تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية للتأمين متناهي الصغر لتحقيق استراتيجية الشمول المالي وتمكين المرأة للخدمات التأمينية متناهية الصغر، توصيات عديدة أسفر عنها المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر والذي عقد بمدينة الأقصر بمشاركة أكثر من 300 شركة وخبير في صناعة التأمين على المستوى المحلي والدولي. لازم نكون كلنا متحدين جدا مع بعض، قطاعات الدولة المختلفة، إذا كان تأمين، إذا كان بنوك، إذا كان شركات، لازم كله يتحد مع بعضه علشان نقدر نطلع بمنظومة جيدة تستفيد بها المرأة ويستفيد بها كل فرد بيعود عليه النفع كله. المؤتمر عرض التجارب الدولية لدعم قطاع التأمين متناهي الصغر والتحديات والفرص والإجراءات التنفيذية لدعم المرأة اقتصاديا والصمود المالي تجاه مشروعاتها الصغيرة. أول تأمين متناهي الصغر بيعقد بشكل رسمي مدعوم من الجهات الحكومية والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، واحنا كشركات تأمين حريصين جدا ان احنا نكون متواجدين لان هو ده توجه الدولة بشكل عام. النهاردة احنا اتكلمنا كتير قوي عن مزايا الشمول المالي واتجاهات الدولة الخاصة بيها، ودي فكرة هتشمل ناس كتيرة جدا بالرعاية، وهتحس ان احنا شايفين احنا مش بس بنتكلم على طبقة محدودي الدخل، احنا بنتكلم على طبقة ابسط من كده شويتين. المؤتمر الاول للتأمين متناهي الصغر والذي تنظمه الاتحاد المصري للتأمين استمر على مدار يومين بمحافظة الاقصر والتي تعد واحدة من اكثر محافظات الوجه القبلي في عدد المستفيدين للمشروعات الصغيرة. المؤتمر الاول للتأمين متناهي الصغر في ختام جلساته اكد على اهمية دعم هذا القطاع الحيوي باعتباره احد الاعمدة الاساسية للشمول المالي والتنمية المستدامة، وضرورة تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم تلك المشروعات بما ينعكس على زيادة معدلات النمو والتنمية الاقتصادية في مصر. من مدينة الأقصر، أحمد ممدوح، أني